السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين شركة أدوب اللي عاملة الفوتوشوب والإلستريتور وعاملة أدوب أكروبات. نزلت خدمة ذكاء اصطناعي في أدوب أكروبات إن أنت تقدر تسأله أي حاجة. يعني إحنا عارفين إن إحنا كنا بنحاول نرفع البي دي إف على بعض المواقع بحيث إن إحنا نقدر نسأله. هما نزلوا الخاصية دي بقت موجودة، تمام، بحيث إن أنت أول ما تفتح البي دي إف هتلاقي زرار كده يقول لك إيه أي أسيسنت، وتبدا تدوس عليه فيبدا يقول لك انت عايز تسال عن ايه. ممكن تقول له لخص لي الملف، ممكن تقول له في اختصار انا مش عارفه، ممكن تقول له الجمله دي كبيره انا عايزك تقسمها كده على نقاط، او انا عايز مثلا ايه في جزء معين كده عايز ان انت تشرحه لي كانك بتشرح لطفل صغير. كل الكلام ده تقدر تساله في البي دي اف على طول، ما تدورش على اي موقع، لا ممكن تدخل على ادوب اكروبات وتبدا تشغل الخاصيه دي وتبدا ان انت تستفاد من الذكاء الاصطناعي في قلب المتصفح بتاعك. ممكن يكون عندك ملف بي دي اف كبير فتقول له انا عايز اسال بعض الاسئله، هو دلوقتي بيقترح عليه ايه الحاجات اللي ممكن تعملها. ممكن مثلا يكون عندك ملف مشروع فتقول له انا عايز افهم ايه اللي مطلوب مني في المشروع دوت، دي مسؤوليه مين، فهو يبدا يقرا. هو معتمد على فكره الذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي، لكن مش بيدور في كل حاجة غير ملف البي دي اف. فلو انت طالب هيجاوبك من الكتب بتاعت الوزارة. ممكن تقول له عدلي صيغة الكلام دوت، ممكن تقول له طب انا عايزها بصيغة رسمية، عايزها بصيغة قوية، طب يعني تقدر تسأل الأسئلة انت عايزها. طيب الأدوب أكروبات مع الـ AI ب$5 في الشهر، لو انت عايز برو بيبقى ب $25 في الشهر بس كده.